محمد ملعب نوري روشن السعودي. هذه وفي هذا المشهد أيها الأحبة بعد تعادل الاتحاد مع الرائد في هذه في الجولة 18 أي أكثر أهمية لم يستمتع بمباراة وسط أجواء كذلك عن النصر في هذا المساء أليس محالة وكرة بالخطأ بالتصل لغمد والانتظار من بدران الكرة ترسل بعيدة فوزا على ملعبه هنا فاز على الخليج نادي النصر رودي فوت سلطان بيحول الله كملت لم تكتمل أنقذها الدفاع وذهبت إلى الارتداد لمصلحة ضمك مع صيحات جماهيرية نصراوية في هذه اللحظة مطالبين بريس الجميع بوجود القرار ركلة جزاء نعم ركلة جزاء وبطاقة صفراء لفاروق شافعي بتسجيل ذلك لو فعلها فك يتقدم كريستيانو رونالدو الله نصر الدول يضرب نعم نصر الدول يضرب ويعلن التقدم المبكر الله فخامة الاسم والرقم واللون والقدوة فخامة الدون فخامة كريستيانو رونالدو فخامة النصر فخامة فارس الغناب إلى كريستيانو أوكا. الله تصل إلى هلال عربي سوداني الله أجمل حندوق عايش في الجو الدول الله على كذلك أمام الشباب كرة الآن جميلة بالرأس الكرة بتصل إلى الخارج نعم ساند الغنام بعرضية الكرة بتصل رونالدو التقدم وغريب رونالدو ينتظر لأن واجه ويتحرك ويقع على أرضية الملعب والمطالبة عبد القادر بدران بالوقوف لا شيء في الكرة ذهبت إلى ركلة الزاوية لكن بيتحرك ويصل وإنقاذ ناجح من مصطفى زغ عادت الكرة من جديد تصل إلى ملك مساح لكن هنا العقيدي ينجح رودي خوسي غارسيا الواضح أمامه والتحرك البحث عن الله 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 فلق الله يا غريب غريب رائعة جدا هنا الأول شوط كريستيانو رونالدو والنصر والنصر هو في معرض أبها هنا في هذه الصغيرة ترقص طرفا القائمة ويدخل قائمتي المحالة يتركه هذا اللحظات الأخيرة من الشوط الأول كرة إلى ماشا الكرة بتصل منها أنتوليتش الكرة بترسل كانت خطيرة السوبر بحط الكرة اصنعها غريب الله على الكرة منصور حمزي يسدد كرة ضعيفة نروح على السوبر نروح الكرة طالت اوه بالسلامة إن شاء الله بالسلامة قام بالسلامة تعامل مع وصلت على الجهة اليسرى العمار الكرة يتحرك الآن بعيدة النهاية ذهبت إلى الخارج ركلة مرمى لمصلحة رمضان يضرب ينتظر يسدد مرة في الجوار ركلة مرمى لمصلحة التقدم يا سلام على الكرة لعرضية يرسلها فعلا كريستيانو لقبضة اليد ينجح من خلال ذلك مصطفى تبديلات للاعتماد دورينا كرة تصل الآن كريستيانو الله الراية رفعت السوبر هاتريك هل اكتمل أم لم يكتمل الراية رفعت نعم تسلل كريستيانو رونالدو هو أقرب للمرمى من آخر ثاني مدافع أمام الفرق الكبيرة والبقاء في الدورية الأبطال
البطولة العربية. أبها والباحة والطائف ستسمع عندما تقدم قليلا. كرة ترسل، خوسيه أنطونيو مرت أمام الجميع ووصلت الكرة إلى الخارج مع وقوع في أرضية الملعب لعبد القادر بدران. من جديد سوبر هاتريك، هل يكون؟ الكرة تذهب إلى ركلة زاوية. الآن كريستيانو يحاول وصول لكن تبقي محاولة تسديدة مرتش في مصيدة في الجانب الأيمن، تسديدة أمامك في مصيدة لكنه يبادر. الآن الكرة مقطوعة من لاجامي وصلت لصلاحم بسلامة عبد الرحمن غريب. علينا من قبل شيء